السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم حلقة ثانية من محاكي الستريمر او حق اليوتيوبر زي ما سميناها. شكرا لكم على الدعم الحلقة الاولى. صراحة ما في ذاك المشاهدات بس في لايكات وفي ناس يقولون استمر وفي ناس يقولون شوفها عند يوتيوبر ثاني وغش منه وسو زيه. اذا كذا ليش العب اصلا؟ ايش يدفوت؟ اوكي سكتنا هذا الشخص وقال روحوا كلوا من هذا فنضغط. لا ليش انا سويت كذا؟ اوكي اتوقع كذا كويس. فاذا كنت اوكي اذا يقول لك تبغى تدخل على الكمبيوتر في ناس كتبوا اطلب من مطعم بالكمبيوتر هذا موجود فما ادري هل اقدر اسويها ولا لا. اوكي بعدين اقدر اسوي كونتينيو ولا شيء. باي مايكروفون فروم ذا امازور. هل نروح البيت حقنا؟ سنت اول ماني يور كريدت كارد فروم ذا بانك اب ان ذا فون. اصبروا هل اني اطلب من جوال؟ اوكي خلينا نوقف عند البيت مره ثانيه. يقول انا هنا ولازم اروح البيتزا هنا. فحلو سيدة ونروح يسار. اوكي فعرفنا هذا الشيء وبعد ما نطلب هذه الاشياء نسوي اللي هو I'm very hungry. والله اني اسف يمكن تموت جوع انا اسف يعني بس شو نسوي بعد. اوكي لازم نروح من هناك. اوه حددت وطلع في الجوال شوف كيف والله شيء جميل صراحة. يا طيب انتو يا سواق دوخ في اللعبة هذه جدا اقسم بالله دوخ. الله يعيننا عاد متى بنوصل؟ البنزين فيه تقريبا فل الا شوي بس قاعدين بس بسرعه والله. اوكي شرطه حدي الوضع. عرفنا ان السبيس يفرمل. ما تلف علي شرطي ما تلف علي شرطي. اوكي بس هذا ايش فيه؟ حدي الليل انت بطنك خلاص اشغلتنا. انا ما ابغى تهجمي. اها ايش ذا؟ طيب ودي اشوف الطريق طيب اذا ممكن. والله سوقتنا كويسه عكس الحلقه اللي راحت يعني الحلقه راحت قبالنا خلينا واحد يصدم سوينا كل شيء. لا هنا مدينه محترمه شوي. هذا يعتبر وسط المدينة. والله اني اسف. يا اخي سواق الدوخ. قبعنا في الماسورة حلو. مالي يا شباب مالي. مشي الاخلاق حب الوطن. خلاص والله فيري هانجري خلاص. ما تمشي السيارة. السيارة ما تمشي. ايش فيه؟ علق الكفر. ايش هو؟ طيب لو ننزل كذا عادي؟ ولا بيقدرون يشغلوننا؟ طيب خلنا ناخذ حق البيتزا. ستارت بيتزا جو. طيب انا ابغى اكل اول شيء. كيف اكل؟ هاف تو ايت ماي فريندو يو ار نوت وركينج. حلو انا جبنا العيد شباب. طيب سواقتهم هنا جدا سيئه شوف كيف. قبعوا قبعوا ما كنا صار شيء. شو هذا؟ عبيط ما ادري شو وضعه صراحه. يا رب ما في سياره يمين مش وراه ناظر لانه معقد يا اخي. اوكي بعد شوي لف يمين. حلو ادخل بوجهه ونروح. اوكي يمين حلو بنوصل البيت بعدين بنطلب من المطعم. لكن المشكله ان ام فيري هانجر. والله اني اسف والله لازم نسرع بسرعه. انا خاف صدق مهمه تفشل يصير شيء. اوكي اوكي الحمد لله اجيت على خير. سامع مستغرب منه. والله نهجت والله شباب. هل اني بوفر اني زين سياره مبلغ مقدره يعني؟ والله لا يعني. يا اخي انا السيارة كبيرة يا انا صدق ما اعرف اسوق في اللعبة. لقيت سيارة. لقيت سيارة. اوكي يقول البنزين بيخلص. تجي والله. يا ان اللعبة تستهبل يا اني انا جايب العيد. وش اللي مخليها توقف زي كذا؟ يا اخي غريب اقسم بالله. ما في يوقفها. ليش توقفها؟ دام اشتغلت فيها بنزين. الحين لازم نروح نشتري بنزين الله يسعدهم يعني. ايوه ايوه السيارة قاعدة تطلع. وش ذا وش قاعد تسوي؟ شبت صدق الحين والله بسحب عليها صراحة بسحب عليها وبروح وبطلب مطعم لان البطن حق اللاعب ذا اشغل اهلنا كل شوي. طيب كمبيوتر حقنا هنا 2000 years later. اوكي 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 فتح فود شوب فود شوب بسرعة 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 يا حبيبي نتي حق البيت اسرع. ايش فيه؟ اوه اوكي طيب ايش نطلب؟ بوريتو ديش بانانا سبلت كريب. اتوقع ان بنطلب والله شكلي بطلب هذه ديليشز ميل. اوكي كارت كومبليت بيمنت طلبنا حلو. طيب كيف الحين اكل؟ يقول ما توصل للحين. الى متى يعني انتظر كذا؟ هل اني موجوده معي الاكل؟ لا والله مو موجود. باب يقهر والله انه باب يقهر. اوه نايس حلو يعطيك العافيه على التوصيل والله. بريس اوكي اقدر احطها هنا؟ اوكي
اوه عطانا طاقه 17 بس، فشكلها يبغالي اكل زياده. اوكي ابي سودرت يا هاف تو شاور. اوكي هاف تو تيك ا شاور. طيب كيف انت روش اصلا اذا انت منت بنظيف؟ الله يسعدك. اوكي رجعنا لكم الحين. اكتشفت ان التخزين اللي تخزن كان السياره هنا، فشيء جميل جدا. وكنا اصبروا الاشياء هذه لو ضغطت جاي وش يقول؟ يقول باي مايكروفون فروم زامازور. اوكي خلونا نشغل البي سي الحين قبل ما نطلع كل شيء. خلونا نشغل البي سي و لا سي. اوكي شغلنا كمبيوتر الحين بسم الله. طبعا هذه الحلقه بتكون قد ما اقدر بخلص فيها اشياء كثير، يعني مصوره على فترات عشان اخلص قد ما اقدر الاشياء اللي فيها عشان ما اتاخر عليكم صراحه. يعني من اللعبه اشوفها ممتعه حاليا. اوكي الجوع ذابح، خلونا نروح زامازور اللي هو امازون. خلونا نشتري مايك، بس هل المايكات تطلع على طول ولا ايش؟ يا رب يا رب انها تكون كويسه يا رب. مايكروفون ولي ليش كذا؟ هاي تقييمه نجم ونص، هذا نص، هذا نجم ونص، هذا نجم واحده، وانا ما معي 300 دولار. والله باخذ بنجمه صراحه. هاتو كارت خلونا نشتري يا اخي، الفرق بسيط. خلونا نشتري بنجمه، انا ما ادري ايش اسوي بس يعني ما معنا فلوس كثير. اوكي الحين الله يصبرني على النت النت هنا جد سيء، ايش فيه بسرعه يا اخي، قاعد ياخرنا باشياء كثير. طيب ان قلنا بنطلب هذا الشيء ان طلبناه قبل، وخلنا نطلب منه اثنين، ايش رايكم؟ كومبليت بيمنت، والحين ما معنا الا شوي صراحه. يعني كم معنا؟ ما اقدر اشوف كم معنا. متى الاكل بيوصل؟ تقريبا بعد شوي بيرن الجرس وزي كذا. ما معنا الا 800 دولار هنا. اوكي خلونا ننتظر الاكل ونشوف كم يزود من ناحيه الاكل. الاكل الحين صفر حرفيا، جوعان الشخص. ف او جلكل 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 هلا ابي. لا امزه يا اخي الباب يقهر. خلينا نحطه فوق الطاوله حقت ال ايوه حلو. خذينا الاول ولو ناكل على طول والله انه افضل، بس يعني قال لنا ترتيب. الله ايش في هاي ترتيب بس. اوكي اوكي بريس اف تو ايت فود. او خلصنا كذا 20 دولار خلتنا نشبع، وحاليا نقدر نشوف مهمات. نضغط على جاي يقول سند اول ماني تو يور كريدت كارد فروم ذا بانك اب اون ذا فون. اوكي هذا يقول المفروض اني اروح الحمام كرامه، ف يقول ارسل كل الفلوس من تطبيق الجوال حق البنك. فندخل تطبيق الجوال send all the money to your bank account. اوكي نخليها كلها في الكريدت. فحاليا خلصنا المهام صح. اوكي باي تويلت ام اشتري حمام اشتري حمام من امازون. ايش فيه؟ والله توقعت اني اروح البيت الثاني عشان احولنا الفلوس الحين نقدر نشتري، قبل ما نقدر اتوقع. فوالله اللعبه رهيبه صراحه، والله اللعبه رهيبه باذن الله اني بستمر عليها. بس نبغى كذا لا تقصروا في الدعم، لا تقصرون في الدعم باذن الله ما يقصر معكم. والتقطيع اللي قاعد تشوفونه في المقطع هذا اختصار عشان ما تملون. قلنا وش نشتري؟ ماوس سي بي يو ديسبلاي بورد كاميرا هيدسيت اتوقع ديكور اول اير كونديشن تويلت تويلت. اوكي ما اتفقنا هذا اربع خمس خمس نجوم ستة، لكن والله سعره غالي. شوف صراحة هذا نجمتين، هذا نجمة ونص، احس هذا منتهي فبشتري هذا ب 300 دولار. طيب كيف نروح؟ ماي اوردرز. اوكي كارد كومبليت بيمنت. اوكي اتشيفمنت، جبنا اتشيفمنت. فاتوقع بعد شوي عشان تو اوكي 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 هذا يحتاج الدرت 100 وانتم كرامة اشد حاجة، حتى طالع التويلت هنا 100% من قوة ما انه محتاج. والفود قاعد ينقص بسرعة والله، لازم اسكر هذا الشيء عشان يوصل امازون بسرعة. ايش فيك طالع انت؟ والله يخرشون صراحة. اوكي فمثل ما تشوفون الحين all tutorial mission are completed، خلصنا كل المهام اللي عندنا، فشيء رهيب جدا. الحين نطلع. اوكي اوكي انا اسف امازون ما يوصل على طول، توقعت انه سريع. عاد ايش اسوي؟ والله ما وصل امازون. شكرا لكومنتاتكم، والله الاغلب يقول علق على ايده يجي تاخذ الشيء وعلى طول يضيف في الباق بدل ما تقعد تشيله زي كذا، فشكرا والله فتوني مره. الحين كيف نسوي انهاء المهام هذه؟ اقدر اشوف الطلب حقي وين وصل زي كذا؟ والله لو يصير، لو يصير هذا الشيء بيصير شيء خرافي. اوه كلها نوت ديليفرد. اوكي حتى ما اقدر اشوف وين وصلت وزي كذا، شيء قهر صراحه. طيب
الحين شو نسوي؟ هو يدينا نغير وول بيبر؟ والله هذه رهيبة، صح ان الجودة اللي عليها يعني، بس اصبروا صدقوني يمديني اسوي. اوكي انت فكر اني اوكي يمديني انوم الحين. حلو انوم انام يعني عشان ما احد يقدر يشغل لي. سيفت. حلو الحين جا اليوم الثاني، فغالبا انه بيوصل اليوم امازون. والله ما وصل شيء. اوه هذه حلو، شوف كيف علق على اي يشيله في شنطه على طول وعلق. ما يمدي اوكي هذا ما يمديني عاد. هذا هو الحباب حقنا يا ربي. اوكي طيب خلينا نخليه هنا. يا طيب غالبا ان شاء الله يعني كذا كويس. ايوه كذا كويس، فيمدينا نستخدم متكرامه يعني. اوكي الحين لازم نشتري شاور اتوقع او شيء زي كذا. طيب اول هذه كومبليتد. طيب ليش ما يطلع لي مهام جديده؟ ماشي اللي معنا. نحط المايك هنا، اتوقع انه افضل مكان هنا. لا هنا افضل احس جنب الكيبورد. طيب حطينا المايك. اوكي امورنا طيبه ان شاء الله يعني. احنا كنا مسجلين في موقع نسيت وشو صراحه، فخلونا ندخل الحين امازون. فاتوقع الحين اقدر اخذ الستريم كي منه واسوي بث مباشر، لان الاغلب قال سوي بث مباشر سوي بث مباشر، مع ان هذه المهام ما طلعت لي. انا مسوي لوجو من قبل. يب خلونا ناخذ الحين الستريم كي لوجد ان. اوكي اوكي نروح الداشبورد بعدين نروح على اوكي يقول اظهر اعلان وتكشف فلوس اتوقع شيء زي كذا. كما بارتنر جوين شير دروبز جيت انفايت سبيشال. يقول بروسس انه اوكي الحين خلاص قدمت على البارتنر. ستريم كي 3324 3324 فندخل او بي اس هنا. ستريم كي 3324 ابروف. حلو الحين جاهزين نعدل الجوده الى 720 وريكومندد بتريت 3350. طيب جوست شاتنج ولا نسولف ولا نلعب ولا وش ما ادري صراحه، لكن خلونا نخلي هذا الشيء على جنب لان خلاص خلصنا مسالفه البتريت وما ادري ايش. فنرجع الحين نروح على امازون ونشتري الشاور. اتوقع انه موجود شاور بس بتقضى فلوسنا كذا. كيف نطلع فلوس ما ادري، الاغلب يقول وظيفه ما ادري وش. فشكرا لك على كومنتاتكم بس لا تسجلون في هذه الاشياء لانه حبه حبه يعني. اوكي ارحموني شوي. نقلنا بعدين اللي هو الباث هذا حق الشاور، هو غالبا انه هذا حق الشاور اللي هو البانيو، لكن اقول له هذا ب 1400. يا ساتر. طيب هذا فيه صنبور المويه هذا 700 400 500، فانا احس هذا اربع نجوم كويس. خلونا نشتري هذا الشيء لانه لازم. عاد متى بيوصل ما ادري صراحه. حاليا طفرت فلوس حرفيا طفرنا، لكن مو مشكله نقدر ان شاء الله نطلع المبلغ. هذا امازون. اوه والله توني ادري عنها. اوكي عرض اشياء هنا والله ديم. شوفوا ماوسات يا اخي شيء رهيب والله شيء رهيب. سرير كيسات والله العظيم شيء رهيب توني ادري عنها. شوف كيبورد ار جي بي. ديم يا عيال ايش فيه؟ ليش توني ادري عنها؟ هذه طاوله للبيع بعد. والله يبغى لنا طاوله تصدقون، بس الطفره حاليا نطلب لنا بعد مره ثانيه، ويبغى لنا تصدقون نطلب شيء كثير عشان ما نضطر ان ناكل كل شوي، او نضطر ان نطلب كل شوي ننتظر، بنطلب اكل كثير، الباقي نسخنه عادي. اوكي يا جماعه مره ذا. طيب ان طلبنا هذه مره الاولى فنطلب شيء ثاني، نطلب شيء يشبع، اد تو كارت، نطلب شيء نطلب شيء نطلب؟ نطلب هذه ما ادري وش صراحه بس سوي تشيك اوت 21 دولار. تهكرنا؟ ايش فيه؟ تكرنا؟ وش صار؟ وش تلاقر قبل شوي؟ زرب فلوسنا ولا وشو؟ والله العظيم جد ما ادري ايش صار. طيب خلونا نضغط اف عشان ناكل. اوه والله زاد كثير، حلو حلو. طيب الشيء اللي معنا نشيله ونحطه في يدنا. اتوقع كذا ونحطه على الطاولة. اتوقع كذا افضل عشان يكون واضح لنا وش الشيء هذا. اوكي. امازون ما جابوا طلبيتي؟ والله ما جابوا شيء. وحان وقت النوم يعني صدق. فبسم الله. ها وصلت رسالة. فان دريمز ار سين. اوكي جيم سيف. حلو. اتوقع الحين في رسالة في الجوال. فنشوف رسالة. You have a new bill that you have to pay. كيف نشوف طيب وش الرسالة او وش الشيء اللي المفروض ندفعه؟ بيل كارب. طيب. خلونا نشوف الجوال وش فيه اشياء اقدر اشوف منها الفواتير اللي عندي. ما في ما طالع شيء. طيب ما معنى الا 50 دولار والله جيجي والله.
اوه هذا حمامنا هلا ابي. اوكي اتوقع هنا مناسب ومو مناسب مناسب لكن منحدين يعني بيطلوا مع الدرايش كذا بيشوفونا بس. تكي شاور اخذنا شاور اخيرا. اوكي نقص من الكهرب 5% وامورنا طيب الحين. طيب This place so hot. اوكي يقول مكان حار يبغانا مكيف يا ساتر. طيب كيف اجيب فلوس الحين؟ طيب كيف اقدم على طلب ان نبغى نشتغل او شيء زي كذا؟ لان انا رحت محل بيتزا وقال لي لازم تشتغل فنبغى نشوف workers. اوكي اوكي هاير مودريتر فور ستريم. نمبر اوف مودريتر تو بي هاير. والله صراحة ما ادري وش صراحة هذه الاشياء. طيب خلونا على البث المباشر. عندنا مايك عندنا كل شيء فخلونا نبدا بث مباشر ونشوف وش الاوضاع. حطينا 720 شو كام شو ستريم سيف ستريم. اوكي خلونا نحفظ البثوث. طيب بسم الله الاوس بتريت از 100 بتريت. اوكي هنا اكتب بتريت يعني. اوكي بدينا بث هلين زيرو فريمز 27% لكن اوكي. طيب شو نسوي سولف مدي نسحب الشاشه حلو. طيب ما في حد عندي بالشاشه. نو وان از واتشينج. ها ايش صار؟ انا ما ادري ايش ضغطت قبل شوي. Can you introduce a product? Don't like for money. I do everything for money. Donate receive. Jenny donation. You're sitting on the computer. At the computer. Sorry for that. ما نقول شيء. نسمع كلامكم. Oh, you go hello. I hit off you stupid here. The worst streamer in host. نستري. يقول أنت أغرب ستريم شفته في التاريخ. أغرب بث. هاي جانا دونيشن. While there is no reason don't scream don't do anything. ايش في مشاهدين 11 نعطيها طاقة شوي. You look like my brother. يقول تشبه اخوي. Someone advertising another channel in chat talk about his ها لا 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 يقول تبي تسبه ولا تعطي باند. باند انا ما ابغى سب انا محترم. دروب 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 وش اسوي طيب؟ ستريم كنترول شات اولي ستريم فيديو رنديشن ما ادري وش الرنديشن شات اولي ستريم. اوكي if never mic do keep streaming I don't do this for money. يقول اذا انت بث قاعد تبث عشان فلوس لا. يقول للاشخاص يتسالون عندك عندك راي خاص في العنوان او شيء زي كذا. يقول تبغى تكذب على الفيورز ولا say your real opinion اللي هو تبغى تقول رايك الحقيقي. It's too hard to be streamer is it easy shut up and watch me like every profession. اوكي يقول زي اي شغله تسويها. والله العظيم ما ادري ايش السالفه بس في 12. اوكي نكمل لين يجيني دونيشنز. اوه في 3 سبسكرايبر حلو والله. انرجي يقول انرجي 8% listen to music my favorite activity is vinyl sound to my ear. اوكي افضل شغل عندي اني اسمع موسيقى. I closed the stream because I was so tired. اوكي شكرا لك انك سويت هذا الشيء بس كيف نشوف الستريم لابس. طيب ان سوينا بث مباشر خلصنا لكن نبغى نشوف الاشياء. عندنا ايميلات الدونيشن وصلنا من مين او انه يمكن سبسكرايب فوصلنا 3 سبسكرايب فول بث شيء خرافي ترى. Thank you for applying button program our support team is reviewing your account or give you. يقول بعديه وين راح نرد لك. اوكي يقول I'm so tired. اوكي 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 حان وقت النوم الحين لازم نعطيها نومه. بسم الله حلو الحين نعطيها نومه. انا ما ادري كم قعدت الحين وانا اصور لكن مقطع باذن الله انه بيكون زي ما طلبته 20 دقيقه وفوق. فيب الحين اصبروا اتوقع الحين يمديني ادخل واشوف الاشياء هذه. طيب خلونا نشوف بيلز. اوه عندنا البيلز صح عندنا فاتوره فلازم ندخل الكمبيوتر عشان نسددها لكن كم الفاتوره يا رب ما تكون فوق 50 دولار لان ما معنا. وفوق كذا لازم نشتري اكل عندنا اكل لكن ما يكفي مره. فاتوره كهرب 35 دولار 100 ريال جي جي والله فلوسنا راحت باقي 16 دولار معنا جي جي يا ساتر والله يا ساتر. لقمه العيش صعبه يا شباب. والله لازم اضيفها لان الوضع مادي جدا سيء حرفيا ما ادري وين اروح عشان اشوف الستريم وذا الاشياء كيف وش صار ما ادري حرفيا ما ادري. انا قلنا بلندر صح داشبورد. اوكي بس 0.4 ايش في يا هاكر هذا وش ذا الهاكر اللي
وش تلاكر؟ يا ابي انهاكت. ايش فيه؟ تكرت مرة ثانية. سلامات. والله شيء غريب، وش تلاك الغبي؟ حلو، انا جيت مرة ثانية. نستاذنكم شوي. اللعبة تدوخ، يبغى لها اشياء كثير. كل هذا الشيء اعطانا طاقة 50%، وهنا يقول لك مرة حر. فلازم نطلع من هنا. كم معنا لنا فلوس؟ حرفيا ما معنا شيء. فشكلنا بننهي الحلقة هنا، ونشوف كومنتاتكم وش نسوي بالضبط عشان نكسب فلوس غير الوظيفة، لان الوظيفة لازم 100 دولار وانا ما سويت هذا الشيء من قبل. فهل اني احفظ هنا؟ انا خوف اني احفظ وانكب واعيد لعب من جديد. فانا اشوف اني احفظ ولا اقولكم والله اني ما ادري. شرينا الحمام بكرامة، شرينا الشاور، شرينا مايك، فما معنا اي قرش. عموما انا بنهي على كذا، وان شاء الله في الحلقة الجاية راح اسوي الاشياء اللي قلتولي. عموما بس هاي كمقطع اليوم. اعتذر اني ما سويت اشياء كثيرة مرة، لكن قد ما اقدر بتشوفون الاشياء المهمة. ترى التصوير اقسم بالله اني طولت فيه لاني جبت العيد مرة كثير، لكن ما ابغى اشوف مقاطع يوتيوب بسوي زي فلان، لا ابغى امشي خاص فيني. فيعطيكم العافية المشاهدة، وشوفكم على خير. سلام.